بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أستطيع أن أعبر عن مبلغ سعادتي بوجودي بينكم. اعتدت المحاضرة في قاعات الجامعة وأنا أتحدث إلى طلاب، لكن أن أدعى لأتحدث إلى شيوخ، إلى علماء، إلى قامات علمية رفيعة شريفة كريمة، أمر كبير عندي وعظيم وجليل، ليس يسير علي أن أتحدث فيكم. إني أجد في نفسي من المهابة منكم ومن التقدير العظيم لكم، وأجد من السعادة والرضا بأن أتيحت لي هذه الفرصة ما لا أستطيع وصفه. أنا سعيد جداً. الشكر الجزيل والدعاء الوفير الصادق لمن كان سبباً في دعوتي إلى مجلسكم الشريف هذا، ولكم أنتم أيها السادة الأجلاء الكرام العلماء الأفاضل، لكم حبي وتقديري وبكم افتخاري، وأنا سعيد جداً بوجودي بينكم. دعيت قبل فترة للحديث في هذا الموضوع في دورة نظمت لبعض هذه الوجوه أو لبعض إخوانكم وزملائكم في عدن، ثم تكررت مرة أخرى في عدن، ثم جاءت مرة ثالثة هنا في صنعاء، وهذه هي المرة الرابعة التي أدعى لأتحدث في هذا الموضوع في هذه الوجوه أو مع هذه الوجوه أو إلى هذه الوجوه الشريفة الكريمة. الولاء الوطني هذا حدد لي هكذا عنوان لم أرسمه أنا، وإنما رسم لي على هذا النحو، فاجتهدت في ترتيب مسائله وتحديد عناصره، وجمعت من الأفكار والآراء والمسائل والتفريعات ما رأيت أنه يحقق الفائدة في هذا الموضوع الكبير. سوف أجعل الحديث، ما أدري، هو طبعا حدد للموضوع أتحدث من 11 و20 دقيقة، أخذ من الوقت نحو ربع ساعة لا بأس، لأنه كان في موضوعات ذات شأن كبير قد تكون أشد شأنا وأعظم من موضوع الذي أتحدث فيه. دعوني أتحدث في نحو 30 إلى 35 إلى 40 دقيقة على الأكثر، ثم أعطيكم بعد ذلك فرصة لتضيفوا وتعقبوا ما تشاءوا. وأنا أنطلق من حديثي، وينبغي أن يكون هذا ظاهر أمام الجميع وواضح في أذهان الجميع، أنه كل شخص يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا اجتهدت في ترتيب مسائل وأتمنى أن تكون هذه المسائل واضحة أمامكم. هكذا، الولاء الوطني ماذا نعني به؟ ما هو الولاء؟ ما الولاء وما الوطن؟ الحب، النصرة، الحماية. رب العالمين جعل من صفات المؤمنين أنهم بعضهم أولياء بعض، أي ينصر بعضهم بعضا ويشد بعضهم أزر بعض، ويكون بعضهم مع بعض أمة واحدة وجماعة واحدة وعصبة واحدة وفئة واحدة تميزت على الناس جميعا بدينها وأدبها ووصلتها بربها جل جلاله وبمنهجها الراقي العظيم الجليل الذي جعله الله حظها ونصيبها وجعلها هي حظ البشرية ورمز عزة البشرية وإماما أو أئمة للبشرية. النصرة إذن محبة ونصرة، الولاء أقصد، الولاء إذن محبة ونصرة وتعاون، هذا معنى الولاء. الوطن ولاء وطني، أي حب للوطن ونصرة للوطن،
تضحية وعطاء خدمة لهذا الوطن، لكن ما الوطن الذي نعنيه ونتحدث في شأنه عن الولاء؟ فنقول الولاء الوطني. الوطن ليس حفنة من التراب ولا قلعة منتصبة في الأرض ولا واديا ولا سهلا، ولكنه هذا البيت الكبير الذي نقيم فيه. وطننا بلادنا الكبيرة، لا ننظر إليها على أنها أحجار وأشجار وأنهار أو تربة أو صخرة، ولكنها هذا الموطن الذي هو مستقر أنفسنا ومحط حياتنا وبيتنا الذي نقيم فيه. بيت أحدكم يقدر ويحميه ويدافع عنه، فإذا قال له قائل أتدافع عن حجارة؟ تدافع عن حجار؟ قال لا، إنه ليس حجارة ولكنه البيت الذي أقيم فيه، هو محط رأس ومأوى أهلي وأولادي ومستقر أسراري وحياتي. إذن الوطن لا ننظر إليه على أنه مساحة من الأرض تزرع بالمتر أو الكيلو أو الميل، ولكن ننظر إليه على أنه البيت الذي نقيم فيه والمحل الذي نستقر فيه. وانظر، أمة أو فرد ليس له وطن أو ليس له بيت، كيف يكون؟ هذا هو الوطن. الوطن ليس ترابا أو مادة تعبد، هو موطن الحياة والنماء والإبداع. مقومات الوطن هكذا نفهمها أيها الإخوة الكرام، هذه مسائل اجتهدت في ترتيبها هكذا، دعونا نتأملها ودعونا نقول في شأنها هذا القول. الوطن أقسم الحديث فيه إلى ثلاث نقاط: الكيان الوطني والنظام الوطني والمكاسب الوطنية. هذا هو الوطن. الكيان الجسد، الجسم، والنظام الروح التي تدار بها شؤون هذا الوطن، والمكاسب الثروة التي معنا. إذن وطننا جسد له هذا الروح، نظام يديره، ومكاسب نفتخر بها ونعتز. تأملوا هذه العناصر مع الكيان الوطني: أرض وإنسان وخيرات. هذه المساحة من الأرض جعلها الله حظنا ونصيبنا، خلقنا رب العالمين على هذه الزاوية التي تقع في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسيا، تطل على بحرين، شارعين كبيرين، البحر الأحمر ثم خليج عدن وبحر العرب. موطن قال فيه ساسة الأرض أنه موطن يستحق الافتخار من حيث موضعه الآن ككيان. وقال قبلهم أجل البشرية وأرفعها قدرا وأعظمها منزلة على الإطلاق، إنه الهادي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم بأبي هو وأمي، أشار إلى اليمن وقال فيها قولا تعلمونه ولستم في حاجة لأن تذكروا به. هذا يدفع إلى الفخر ويدعو للاعتزاز. هذا هو الوطن، الأرض، الجسم، الكتلة. ثم الإنسان الآدم الذي يقيم على هذا الأرض، إنسان كريم له تاريخ وله مجد وله مستقبل. تاريخ مضى تقرأه وتعرفه، وله مجد يذكر حيثما ذهب هذا الآدمي. كنت في أكثر من بلد خارج اليمن. من أين أنت؟ أقول من اليمن. يقول يمن تستحق أن تفتخر بها اليمن. إنسان كريم شريف امتدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة. وهو قول لم ينسخ، يظل يتعاقب، يلازم اليمنيين إلى أن تقوم الساعة، ما نسخش. لما قال هذا القول رسولنا صلى الله عليه وسلم: جاءكم أهل اليمن. هم يعني أهل اليمن أبدا إلى قيام الساعة، ما حدش نسخها، ما حدش قال أن هذا قاصر على وقت. جاءكم أهل اليمن هم
أرق قلوبا وألين أفئدة. الإيمان يمان والحكمة يمان، خيرات وفيرة، بلدة طيبة، هكذا قال في القرآن، بلدة طيبة، ليس في ذلك الزمن ولكن على المدى بلدة طيبة. إذن أرض واسعة عظيمة متعددة التضاريس في موقع راقي ينظر إليه العالم بإكبار، وهذا هو سر إجماع أمم الدنيا الآن على أنه ينبغي أن تكون البلد اليمن آمنة، والجميع يدعم ذلك. وإنسان شريف كريم له شأن على مستوى العالم، وخيرات وافرة أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا. هذا الكيان الوطني، الجسم، النظام الوطني، لنا أنظمة راقية ربما من نافلة القول التأكيد عليها. البلدان التي غزيت من أعدائها واستعمرت أو قل احتلت مسخت أنظمتها على الإطلاق. ائتيني ببلد دخله الاستعمار ولم يمسخ أنظمته. اليمن ظل طودا شامخا عصيا لم يدخله العدو ولم يتمكن منه، جثم على جزء من أرضنا ثم تحررت وبقي الخير. بلدنا تتمتع بأنظمة مثالية وراقية للغاية، لا يوجد لها مثيل، دستور راقي وسوف يزيد رقيا في الفترة القادمة بإذن الله. أنظمتنا وقوانيننا راقية، أنا أطلع على قوانين الدول العربية على الأقل، كل قوانين الدول العربية موجودة عندي على الأقل، القوانين السيادية يسموها، يعني المحددة للجرائم، للعقوبات، للحقوق، للحدود، كذا، ما وجدت نظاما قانونيا أجل من القانون اليمني. قلت وأنا أدرس أبنائي في الجامعة، قلت لهم شرع الله خط مستقيم، هكذا خط مستقيم صاعد، جاءت القوانين والأنظمة في البلاد العربية منها، هذا خط شرع الله مستقيم هكذا، جاءت بعض القوانين هكذا وبعضها هكذا وبعضها هكذا تعارضه، يقول الله كذا، قالوا لا 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 نقبل هذا القول، لا نحن نقنن لأنفسنا، إلا المقنن اليمني قال لا شرع الله يحترم، ووضع تشريعات وقوانين لا تقول هكذا للشريعة ولا هكذا، ولكن هكذا تبعد قليل تقرب قليل لكن ماشية بالخط بإزائها، أحيانا تقترب وتلاصق وأحيانا تبتعد قليلا، لكن ليست ضد ولكنه هكذا تعرجات قليلة. الفترة القادمة معنية بإصلاح هذا. أنا اشتغلت في مجلس النواب مع لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية 5 أو 6 سنوات، وما زلت إلى الآن مستشار اللجنة، واطلعت على القوانين ورأيت صغنا مشروع قانون عقوبات راقي لم تجد له مثيل حيث ذهبت في أرجاء الأرض من طرفها إلى طرفها، وأنا مسؤول عن هذا القانون. عندنا أنظمة راقية فيها شيء من الخلل يصلح لأن يعدل. قوانين، أنظمة، مؤسسات دستورية. أي بلد يرتفع ويرتقي عندما تكون عنده مؤسسات تدار بنظام بحكمة لا يستولي عليها أشخاص ولا تتمكن منها عائلات أو أحزاب أو جماعات أو فئات أو فرقاء أو نقضاء، نظام يحكم الجميع. لدينا مؤسسات فيها قدر من الاختلال وقدر من النقص، لكن يشفع لنا أن لدينا نظام راقي وقوانين معتدلة تطبق بحكمة، عندئذ يستقيم أي خلل، والأمل كبير أن تكون بلدنا بلدا
ينظر إليه كما ينظر إلى النجم في الليلة الظلماء، أو إلى البدر في رابعة في نقول في كبد السماء. المكاسب الوطنية، تاريخ مشرف، غد واعد، أمل كبير. هذا هو وطننا أيها الإخوة. إذن الولاء الوطني الذي أعني في مبتدأ الحديث حب وصيانة ودفاع من أجل هذا، حب للوطن وصيانة له ودفاع عنه، نعتبره دين، دين، لأن الله رغبنا وحبب إلينا حب الأوطان والدفاع عنها، لا لأنها كما قلت تربة أو آدمي، ولكن لأنها البيت، لأنها النظام، لأنها المؤسسة التي تدير شؤون هذه الأمة الشريفة الكريمة. مبررات الحديث في هذا الموضوع باختصار، أخذها نقاط. يجري الحديث عن أي مسألة من المسائل لمناسبتها، يقولون لكل مقام مقال. هذا الوقت وهذا الوقت بالذات جاء الحديث في مسألة الولاء الوطني هاما، والإصغاء إليه هام، والاهتمام به هام كذلك. زمن اضطربت فيه المفاهيم وتعددت فيه الاتجاهات، نختلف يا أخي، دعنا نختلف، دعنا تتعدد آراؤنا في المسائل، دعنا، لكن لنا بيت واحد تتجه اهتماماتنا نحو حمايته وصيانته ورعايته والدفاع عنه، ودعنا نختلف. نختلف في الإجراءات. عندما يقول لي قائل، قال من هذا الذي بجوارك؟ قلت أخي، وهذا قلت أبي، وهذا قلت ولدي، وهذا قلت ابن عمي. فقال للقائل إلى أين تذهبون؟ قلت إلى بيتنا هناك، لنا بيت هنا نتجه إليه. قال فلما اختلفتم؟ قلنا لم نختلف في حبه ولا في الدفاع عنه ولا في العناية به، اتجهنا اختلفنا في من أين نأتي إليه وكيف ندافع عنه. فقال أخي هذا أنا أريد أن آتي من هنا، وقال هذا أنا آتي من هنا، وقال هذا أنا آتي من هنا. فإذا صدقت النيات لدينا جميعا أننا نريد الوصول إلى بيتنا وندافع عنه ونحميه، فإننا لا بد أن نلتقي عنده جميعا بعد قليل. التنظيمات الحزبية والاختلافات أصلا جاءت فقط ترتيب لطرق الوصول، لا لمسألة نصل أو لا نصل، لا، الجميع مجمع على أن هذا وطني وهذا بلدي وهذه أمتي وهذا نظامي ومكاسبي، ينبغي أن أحميها وأدافع عنها وأحبها. اختلفنا في الطرق الموصلة إليها، من لم يكن صادقا لا يصل، لا يصل، ومن كان صادقا سيصل، وعندئذ والجميع صادق أو هكذا نحسب سنلتقي عندها جميعا يدا بيد. لا ضير في الاختلاف، لا ضير، لا ضير في تعدد الآراء. فإذا صلحت النيات التقينا جميعا جميعا عند تلك النقطة، لأنها هي هدفنا جميعا. إذن في زمن الاختلافات والاضطرابات تنقص معاني الحب للوطن وتبهت، تبقى باهتة، تجد ناس يمد يده إلى الغير، وتجد واحد ممكن ينصرف إلى جهة أخرى، وتجد واحد يصغي إلى العدو مثلا. لزم أن نتحدث عن الولاء الوطني ونؤكد عليه لتترتب بعض المعاني. هذا القول ليس لكم أيها السادة، لا، أنا لا أتحدث لأعلمكم، لا، ولكن كان ينبغي أن أقول هذا القول في مبدأ حديثي. كل متحدث، أنا وأنت بكرة وأنت على المنبر تخطب، حديثك لا يلزم بالضرورة أن يكون إلى من لا يعلم، لا، من قال هذا؟ المتحدث حديثه لا بد أن يحقق واحدة من ثلاث: إما أن يذكر بما كان يعلمه السامع فنسيه، أو أن يؤكد على ما هو مستقر في ذهن السامع فيؤكده،
وإما أن يعلم، وهذا حالة نادرة يضيف شيء. فنحن نذكر ونؤكد ونعلم. أما فيكم فهو تذكير وتأكيد فقط وليس تعليم، لكن أنت ممكن تعلم، ممكن. أما نحن احنا نعلم الآخرين الطلاب في الجامعة، لكن شيوخنا نذكر ونؤكد فقط. أو أضيف شيئا آخر، أجمع شتات معاني، معاني متفرقة، أنا الآن أنظمها في عقد لأرتبها لكم فتضعوها عقدا منتظما. وقال لنا القائل: الدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. غفلة كثير من الناس عن معنى حب الوطن، قيمة الوطن، غفل عنها. يكفيه يأكل ويشرب ورايح وجاي وخلاص. مثل ذلك الذي قال له: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. في ناس يكفيه أنه طاعم كاسي، يعني آكل وشارب وبطنه ممتلئ ولابس، خلاص يا أخي ما يقع بي. لا، أوطاننا بيتنا له حق، ندافع ونحمي ونذكر وننبه ونحرض ونعين وندفع كل من يسعى إلى خدمة هذا الوطن والذود عنه والدفاع عن مصالحه. إذن أهميته، أهمية الحديث أقصد في زمن الاضطرابات كهذا الزمن، وغفلة كثير من الناس عنه، وقلة شأن الوطن في نفوس البعض، إلى حد أنتم تعرفوا أنه في بعض الأوطان وفي بعض البلدان يلقى القبض على عصابات أو جماعات ساسة كبار في الدولة، يقول لك شبكة تجسس لحساب دولة أخرى، لحساب العدو. لقينا في بعض البلاد العربية، وإحنا بنتابع أخبارهم، يلقوا شبكة تجسس من قادة كبار، قادة عسكريين ووزراء وقادة سياسيين وقادة اجتماعيين وكذا وكذا، بيعملوا لحساب العدو. زلط، تعس عبد الدينار، تعس 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 وانتكس. نعم، قلة شأن الوطن في نفوس الكثير، نريد هذه القلة أن تزول وأن يكون شأن الوطن كبيرا، وطننا بلادنا. رحم الله الزبيري، ذكر في التاريخ، آدمي مثلنا يأكل مما نأكل ويشرب مما نشرب، لكن كان لهذا الوطن في ذهنه، وهو رمز بس ولا غيره، آلاف لم يذكروا، آلاف ملايين، ليس الوحيد، ربما في غيره ضحى أكثر منه، لكن جاء في زمن التحول. أنتم تعرفوا هذه القصة يا إخوة، زمن التحول، أي أمة تتحول من مرحلة إلى أخرى اللي بيقدم فيها أعمال زمن التحول يذكر، لأنه قدم العمل وقت كتابة التاريخ. من قدم عملا وقت كتابة التاريخ سجل. جو ناس من بعده قدموا أضعاف ما قدم، لكن التاريخ قد سجل. زمن التحولات تصنع هامات كبيرة. هذا الرجل قالوا انه في يوم من الايام في شأن وطنه، كان طريد لانه كان مطلوب للعدالة يومئذ، لم نخوض في مسألة الثورة وايجابيات، لا انا مش دخل، انا بتكلم عن ادمي قال قولا اعجبني اذكره بالمناسبة. قالوا انه قال لما يجلس في مجلس وشاف الناس بيضحكوا نكتة وضحكوا، هو يجيش يضحك تبرز صورة الوطن امامه الذي بيناضل من أجله. قال: كلما رمت بسمة لاح مرأى موطني فاستفزني ونهاني. كلما رمت بسمة لاح مرأى موطني فاستفزني ونهاني. تضحك تضحك وبلدك هكذا، باقي عندك نفس؟
كلما رمت بسمة لاح مرأى موطني فاستفزني ونهاني. كلما رمت بسمة لاح مرأى موطني فاستفزني ونهاني. طغيان المطامع الذاتية والأهواء الشخصية. في ناس مستعد من أجل يحصل يجمع يعمل، ولذلك تراهم يتنقلوا ساعة مع هذا التنظيم وساعة مع هذه الجماعة وساعة مع هذه الفئة وساعة مع الثورة وساعة ضد الثورة وساعة مع الفلان وساعة مع علان. الديلي قال له الله يبزيك عيالك، قال يبزيني زلط. أيوة في ناس هكذا. ما هؤلاء؟ شوف يا إخوة، الطمع في الدنيا، الطمع في المال أو الرئاسة أو السيادة أو المنصب أو الكذا أو الكذا يتحول أحيانا إلى مرض فيسخر صاحبه، وهذا هو المقصود بالعبد. تعس عبد الدرهم، ما يقدرش ينفك يا أخي، عبد أسير. نحن لا نلد للضياع. تعمدت أن أضع هذه الكلمة تحت مبررات الحديث في هذا الموضوع. المسلم الذي يعنيه أمر أمته وأمر وطنه، أمر أمته وأمر وطنه، يحسب الواحد من أبنائنا لبنة تضاف إلى صرح الأمة. ولد لك مولود ما شاء الله، أضفت به شيئا إلى أمة الإسلام، كانت من دونه عددها كذا صارت به كذا. هذا معنى ينبغي أن يستقر في أذهان. نحن لا نلد للشارع، نحن لا نلد نلد لننجب أبناء يحملون معنا أمر هذا الدين ويدافعون عن أمة المسلمين. المولود الواحد له معنى، الواحد، فكيف بالمئات والآلاف والملايين؟ ينبغي أن يكون زمن الغثائية قد ولى لنبني أمة جديدة. عندما تحول المسلمون من مكة إلى المدينة في الهجرة الشريفة، قالوا عندما ولد للصحابة أول مولود، للمهاجرين أقصد، أول مولود في المدينة، اجتمعوا يباركوا، أضيف إلى أمة الإسلام واحد. لتدرك كم قيمة الآدمي. مظاهر الولاء الوطني هي نقاط اجتهدت في ترتيبها، هكذا اعتبرها من واحد من تلامذتكم جاء يرتب هذه العناصر. الولاء الوطني ليس كلمات، مثلما تحدث الناس في الإيمان هذا شيء، يعني قال الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. احنا نقول الآن حبنا لبلادنا، لأوطاننا، لأمتنا، لمجتمعنا، لخيراتنا، لأمننا واستقرارنا، حبنا هذا له مظاهر يظهر بها. إذا رأيتها على شخص قل هذا يحب وطنه. حماية المصالح الوطنية والذود عنها. اللي بيدمر ويهدم ويقرح ويفجر ويقتل ويعبث ما يهموش، اقلق دمر، لا يملك من الولاء الوطني شيء. وإن قال حب الإنسان المقيم على هذا الوطن وحماية ورعاية مصالحه. الآدمي، أنت أخي وأنا أخوك، أنظر إليك وأجد وأنا أنظر إلى أخي المسلم، إلى أخي صاحب هذا الوطن، عندما أنظر إلى وجهه أجد هذه المضغة تبتسم قبل أن تبتسم شفتي. أحبه، أبتسم في وجهه، هو أخي وأنا أخو، كالبنان أو كالبنيان. الجو، انظروا إلى تعاليم الإسلام في هذا الشأن. حب الإنسان، أنت أخي بغض النظر عن أي شيء، الصالح وحتى العاصي وحتى المقصر وحتى المفرط، ذلك لا يخرجه من كونه أخي. أنا وإياه ونتعاون وأصلح الخلل، وينظر إلي ويصلحني وأنظر إليه وأصلحه. أحبه والمحب تعرفون ما يفعل.
الافتخار بالانتساب إلي. كن أنا درست في مصر فترة، مشيت في شيء ميدان كبير هكذا اسمه ميدان طلعت حرب في وسط القاهرة، وعاملين تمثال خيل وعلى ظهر الخيل آدمي وكاتبين تحته من أقوال هذا الآدمي. هذا كان من الذي قاد الثورة ضد الاستعمار ضد الاحتلال الأجنبي، كاتبين تحته عبارة قال: لو لم أكن مصريا لتمنيت أن أكون مصريا. يعني أنا سعيد جدا أن أنا مصري، لو قدرنا منش مصري كنت أتمنى أكون. نحن أولى بهذا القول، نحن أولى. لو لم تكن يمنيا لتمنيت أن تكون يمنيا. قال مرة كنت في تركيا ماشي في الشارع ومعي واحد بيترجم معي، من أين؟ قلت له من اليمن، بقول التركي. قال أوه يمن أويس أويس، أوه يمن أويس أويس الكرني، اليمن مفخرة. قال واحد زميلي أستاذ في الجامعة كان في أوروبا، جلس في مطعم أو في مقهى، جلس بجواره واحد خواجة أجنبي، صاحبنا بيتكلم إنجليزي شوية كذا، فقال له ذلك الرجل، قال له: من أين أنت؟ بيقول زميلي: من أين أنت؟ قال له: أنا من اليمن. قال: ويرز يمن؟ يعني أين تقع اليمن؟ ما يعرفوش هاش على الخريطة، ضعيفة، قزمت يا إخوة. لابد أن نقول هذا القول، لابد أن نقول قزمت، بلد عملاقة قزمت قزمت. لازم نفهم هذا الكلام، هذا ليس شأن اليمن. تعاقبت عليها أزمنة قزمتها، ويرز يمن؟ قال زعلت، ما يعرفش فين اليمن. فسألته قلت له: وأنت من أين؟ قال: أنا من الولايات المتحدة الأمريكية. قال فقلت له: أين تقع الولايات المتحدة؟ قام غضب غضب غضب، يأخذ الكرسي ويقاتل، مفتخر ببلده، أنا أفتخر ببلدي. وينبغي أن يعمل الجميع على إعادة نهضتها بعد أن قزمت وسخرت وحجمت، ينبغي أن تعود إلى مجدها. الافتخار بالانتساب إلى اليمن، حسن تمثيل الوطن في المواقف المختلفة يمثله. من أين؟ قالوا: هذا من اليمن، هذا من اليمن. أيوة، لازم كذا، حبنا لبلادنا يجعلنا نضعها هنا فوق رؤوسنا وفوق رؤوس الناس. حيثما ذهبت وقل للناس هذا القول، افعل فعلا يجعل الناس يروك كبيرا ليقولوا: هذا من بلد عظيم. افتخارنا بانتسابنا إلى بلدنا وحسن تمثيلنا لها، عالم وطالب ومشارك في مؤتمر، مشارك في ندوة، مشارك في فعالية، في الحج، في العمرة، في الزيارات، في الأعمال، مثل بلدك تمثيلا راقيا يقال: هذا من الأمة اليمانية التي ذكرت، التي ذكرت على لسان أشرف مخلوق من بني آدم على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي. الغيرة على سمعته ومكانته بين الأمم. اختطفوا واحد ولا كذا، نغار. انا ماشي في الشارع شفت سياره قدامي داخلها واحد بياخذ برتقال، اخذ البرتقال ورمى للشارع. اغار لو في واحد اجنبي. قال حكى لي واحد مره، واحد بيكلمني، قال كان في المانيا جالس في محطه القطار، محطه القطار مكان انتظار لما يجي القطار، هنا السكه اللي بيمر منها القطار، السكه عباره عن قضبان من الحديد والأرض مش نظيفة كثير، فيها زيوت وكذا، لكن ما فيش أوساخ، زيوت تتساقط من المحرك حق القطار ولا كذا، والرصيف مرتفع بارتفاع متر وشوية علشان الركاب لما يجوا يدخل مباشرة
لا داخل القطار، العجلات حقتكم تحت واطية، السكة واطية. فجالس يمني يمني وبجواره واحد شيبة ألماني، صاحبنا اليمني شرب علبة بيبسي، بيبسي شربها لما كملها ورماها تحت القطار، رماها هناك، ما فيش قطار خالي المنطقة عادي فاضية فاضية، رماها. الألماني الشيبة شل نفسه ونزل، مع أنه عسير يعني نزول صعب متر وقليل ودوشي ما فيش درج، وخطورة نزل كمان. أيوة وخطورة، لقط العلبة وطلع ناوله، قال له تفضل، قال لا 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 ما اشتهاش، لقيت شربتها وشبعت ما عاد اشتهاش، أنا جيت التبها لأني ما عاد اشتهاش. قال له أيوة روح اجدلبها في بلادك مش عندي، ها روح اجدلبها هناك عندك، هذا وطني ولازم يبقى نظيف. شوف سلة الزبالة، روح ارميها في باب اليمن ولا في أي مكان. الغيرة على الوطن، احترام القوانين والأنظمة الوطنية كذلك، غيرة على الوطن، احترام النظام، احترام القانون. أنا بتكلم الآن في ما ينبغي، لا تقول ليش إن في واحد فعل، هذا الذي فعل هو الذي نحتاج نعلمه أنا وأنت. أنا أتكلم في ما ينبغي، أيوة في ما ينبغي أن يكون، في الحقيقة التي ينبغي أن تكون قائمة، هذه هي الحقيقة. الخلل، النقص، الضعف لا يشدنا إلى الوراء، لا، نعمل على إصلاحه ومعالجته، احترام القوانين والأنظمة التي تحكمه. أنا ما شف الشارع إشارة حمراء، واحد شاف يمين وشمال ما شافش العسكري، تجاوز الإشارة ومشي، أغار أغار وطني، كيف لما يشوف الناس هذا أدمي، هذا يحب بلاده، أحمي قوانينها وأنظمتها. وهذا على مستوى الإشارة، فكيف اللي بيقرح واللي بيفجر واللي بيقتل واللي بيدمر هذا مثال بس. نعم. باقي من المظاهر العمل على كل ما يرفع قدره ويعلي منزلته، هذا من حب الوطن أيضا. نعم. نعمل على كل شيء يؤدي إلى رفعته. نعم. إلى زيادته. بيتك بالضبط، عندما تكون في البيت لا تقبل واحد يرمي لداخل الحوش وسخ، ولا تقبل واحد يهتك حرمة المنزل، ولا تقبل واحد يقول هذا البيت مش جيد، ولا تقبل واحد يقول إن أهل هذا البيت مش تمام. هذا هو بيتنا، نعمل على كل ما من شأنه أن يرفع قدره ويعلي منزلته. في المجالات الدينية، بلد الإسلام رمز كبير من رموز الإسلام. في المجالات العلمية، دعم الحركة العلمية والبحث العلمي، الاجتهاد والتحصيل. أنا أضرب مثل فقط، عندما نرى ما يجري من هدم على نطاق واسع لعملية التعليم في بلادنا لمصلحة من؟ تقديم المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية. طبيعة الولاء الوطني، نقاط فقط أذكرها، الالتزام فردي وجماعي، حب الوطن مش باسمي أنا ولا الجميع، فردا وجماعة واجب على الحاكمين قبل المحكومين. من اللي قال أن حب الوطن واجب عليك أنت بينما الحاكمين لا، يتاجر ويبيع ويعبث ويغش ويزور وينصب ويحتال ويخدع؟ من قال؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن من غش أمته، الغاش لأمته، تعرفوا يمكن ما أقدرش أكمل العبارة، وقال لكل غادر لواء يوم القيامة، وإن الإمام الغادر يرفع لواءه عند أسته، قدر الأمة، وإن أعظم غدر غدرة الإمام. واجب على الحاكمين وعلى المحكومين، هو ألزم على من يلي أمرا في الأمة، بتشوف اللي بيجي يدي اليمين، وأن أدافع عن مصالح الأمة والوطن، وأن أرعى الدستور والقانون. واجب الحاكمين أو حب الحاكمين فرع من حب الوطن، نحن لا نقدس الأشخاص، ولكن من أحب بلادنا وعمل على مصالحها ودافع من أجلها، هنا نحبه ونطيعه ونحترمه وندافع عنه. فإن كان غير ذلك لا. عمر رضي الله عنه قام يخطب في الأمة وإزاره طويل قليلا، بما يعني أنه أخذ نصيبا أكثر من غيره من عامة الناس، وهو الأمير،
اسمعوا وأطيعك. لا 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 سمع لك ولا طاعة. وهو عمر لما قال لكذا؟ فلما علم الحقيقة أنه ما فضل نفسه ولا شيء وأنما معه هو نصيبه ونصيب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال أما الآن فقل نسمع ونطيع. الأمة لا تطيع أصناما، وليست المسألة مسألة أسماء ولا أشخاص، ولكنها من بذل جهدا لخدمة وطنه وضحى من أجلها وجاع إذا جاع الناس ولا يشبع إلا بعد أن يشبعوا، هذا هو الذي يحب وطنه وله حق الطاعة علينا. الولاء الوطني لا يعني قبول الحال التي كان عليها الوطن كما كانت. قد يكون من الولاء الوطني السعي للتغيير، لتأخذن على يد الظالم. حب الوطن سعي لتحقيق مصالحه. تعميق الولاء الوطني بسرعة شديدة، هذا حب الوطن. كيف نعمقه؟ الميادين الكلية لتعميق الولاء الوطني. المسجد، أنت يا أخي، أنت كل الأمة. إذا لم تحضر الأمة إليك في الأسبوع مرة قصرت. ويحضر الناس جميعا إليك. أنت الممسك بناصية المعرفة، أنت الذي تصنع العقول والقلوب والأفئدة. أنت المسجد، المدرسة والجامعة، الإعلام، ثلاثة ميادين كبيرة. أولها المسجد، وثانيها التعليم مدرسة وجامعة، وثالثها الإعلام. تجند هذه جميعا، إنه ينفق عليها من مال الأمة من عرقها، فينبغي أن تكون جميعا متجهة نحو إصلاح شأن الأمة وتأكيد مصالحها والدفاع عنها ورعايتها. بحث في الحكم الشرعي للمسألة، قراءة التاريخ، النظر في مضار الإفراط والتفريط، هذا لكم نقاط ابحثوها. ابحث الحكم الشرعي لمسألة حب الوطن والدفاع عنه، الحكم الشرعي لمسألة الخيانة الوطنية، من يخون وطنه، الحكم الشرعي لمسألة من يعمل على هدم نظام الوطن ومقوماته. قرأ. هذه مسألة، هذه لنا في القانون للعلم بس. المساس بمبدأ الولاء الوطني تنشأ به جريمة منصوص عليها في القانون. الجرائم الواقعة على أمن الدولة والوطن خيانة، ليست جريمة سياسية. قد تكون كفرا إذا كان موالاة للكفار، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أحكام فرعية، حكم السعي لتفريق شمل الأمة جريمة، اقتطاع جزء من إقليم الدولة جريمة، حكم خروج على المبادئ والقواعد جريمة، تمكين الغير من ناصية الوطن جريمة. أحكام هذه مرتبة في القانون، ندرسها لأبنائنا الذين يتلقون الدرس في كليات الحقوق أو الجامعات. وأخيرا الولاء الوطني.